انا اللي انا شايفه كده يعني، حتى من ساعه ما دخلت ونزلنا من العربيه وببص على المكان وبالمعلومات القليله المتوفره في ذهني البسيط ومن مكالماتنا التليفونيه او اخبار المدينه، الاقي ان احنا بنتكلم على منشاه اكاديميه وعلميه وبحثيه زي بتاع بلاد بره، صح ولا انا غلطان؟ نعم طبعا طبعا، ده اولا شيء يعني جميل من حضرتك، دي شهاده نعتز بيها. لا العفو يا فندم. ولكن هي فعلا المدينه في تاسيسها الدكتور احمد كان عايزها تبقى مركز تميز ومركز اشعاع اكاديمي وثقافي وعلمي في مصر وفي منطقه الشرق الاوسط كله وان لم يكن في العالم كمان. فالتميز اللي موجودة فيها مدينة زويل ومنظومة العمل أكاديميا بدءا من تعيين الأساتذة واختيار الطلاب والمنظومة الإدارية لتشغيل المدينة بالكامل، هي تضاهي الجامعات الكبرى في أكبر دول العالم سواء في الولايات المتحدة أو حتى في أوروبا كمان. إذن فهو في الشكل الإداري وفي الشكل الأكاديمي زينا زي الجامعات الكبيره اللي بره. نعم بالظبط تماما، نفس المنظومه. حتى في النظام الاكاديمي بالنسبه لنا احنا بنسعى للاعتماد الدولي لكل البرامج المقدمه في مدينه زويل بحيث الخريج بتاعنا يكون معتمد دوليا ايضا.